عليكم، كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم مزيانه الحمد لله. المهم اليوم جيت نبارطاجي معكم هذا لا فيديو. هذا صراحه غادي يعجب بزاف ديال الناس. هذا الليمون الحامض، حكيت هادو لازاس ديال الليمون الحامض، حكيت 2 كيلو ديال الليمون في الحكاكه الرقيقه باش يجيني على هذا الشكل. هذا كما كتشوفوا معايا هانتوما، هذا 2 كيلو ديال الليمون حكيتها، وداك الليمون اللي حكيتو عصرته هنايا عطاني هاد القياس. هذا هانتوما دابا هذا السيترون ديال الحامض، وهذا هنايا لازيس مقشور ديال الليمون الحامض. هو الصراحه فيه تمره بزاف، ولكن انا كيعجبني السيرو ديال الليمون ديال السيترون، كيجي واعر. وهاد الطريقه هذه اللي كندير، ديريه في الفريغو وتخليه لمده حتى ديال عام وكيبقى واعر كما هو. كتجبدي معلقه ديال السيرو كديريها في الكاس وتزيدي عليه الماء بارد وتشربيه. سينو اللي عزيز عليه العصير ديال موخيتو يصايبو راسو بهاد الطريقه ديال السيرو، ويزيد عليه سيرو سبور ديال النعناع، ويزيد عليه واحد طريف ديال السيترون وشي ورقه ديال النعناع، كيجي واعر. المهم هادشي غنبارطاجيه معكم من بعد. دابا بغيت نبارطاجي معكم الطريقه كيفاش كنصايب السيرو ديال السيترون. مهم كيف ما قلت لكم، هنا كاينين ليزيس القشور وهنايا كاين العصير. هانتوما خليكم معايا تشوفوا الطريقه كيفاش غنصايبو. بالنسبه لهاد السيرو، كل كيلو ديال الليمون كنديروا فيه نص كيلو ديال سنيده، وانا بما انه هنا دايره 2 كيلو ديال الليمون فغادي نحتاج كيلو ديال سنيده اللي غادي نديرها في هاد السيرو هذا. المهم هانتوما معايا تشوفوا الطريقه. فوالا، دابا غادي نجيب هاد القشور ديال الليمون وغندير عليهم هاد السيترون ديالي اللي عصرت. تقدروا ديروا نتوما كيلو، تقدروا ديروا نص كيلو، المهم كل كيلو ديال الليمون غادي ديروا فيه نص كيلو ديال سنيده، باش ما يجيكمش، باش نعطيكم العبر اللي يجيكم يعني سيرو زوين، ما يجيكمش حلو وما يجيكمش اون ميم طون مسوس. هانتوما، ودابا غنزيد عليهم سنيده كيلو. ها هي، المهم انا راني هنايا خليت هاد اللي راكم عارفين ديال 2 كيلو، حيدت كيلو خليت كيلو باش نجيب العبر، هو هذاك وزنته. صافي غنبقى كندير سنيده وانا كنحرك. نتوما كديروا سنيده ونتوما كتحركوا. هاد الطريقه هذه، دابا انا هنا راني درت كونتيتي كبيره. هاد الطريقه هذه غادي نخليها هاد النهار. دابا راني كنصايبو 9 ديال الليل، وفي تمارة في الحكان، ولكن زعما اللي عزيز عليه الحامض ليمون العصير ديال الحامض، واللي كيدير ريجيم واللي بزاف يعني هو راه صحي كما كتعرفوا نتوما. الحامض اللي عزيز عليه يصايبو بهذه الطريقه ويدير غير كيلو باش ما يشدلوش اليد، باش ما حيتاش هو كيشد اليد وحتى يدك كتضرك فيه تمارة. راه انا حكيت القشور وعاشق هو اللي عصر لي العصير، يعني ما نقدرش نديرهم بجوج دقه واحده، هو عاوني وعصرو لي اصلا. ديجا هو اللي كيعصر لي العصير ديال التشي اللي كنبغيو نشربوه، والله ما كنحاديه انا كنعيا. المهم هانتوما، ها هو كيلو ديال سنيده بالضبط، 2 كيلو ديال الليمون. صافي، دابا هاد طاسه عمرات. المهم هاد الطريقه هذه غادي نغطيها، غادي نحرك دابا مزيان بعدا تنحس بداك السنيده ديالي دابت، وغادي نغطيها بسلوفان، وكل شويه ما نلقى ما ندير نبقى ندوز معاه ونحركو، كل شويه نبقى نحركو. غادي نغطيه ونخليه دابا مع الحال بارد بلا ما نديرو في الثلاجه، بحال في الصيف كنديرو في الثلاجه، دابا الحال بارد ما غاديش نديرو في الثلاجه، غادي نخليه على برا. كل شويه غادي نبقى نجي نعريه ونحركو، غنحركو المده بحال دابا اليوم صايبتو، موفا كنخليه حتى اليومين. دابا غدا ان شاء الله الا بانت لي بلي سنيده كامله حتى تحسو بسنيده دابت ما بقاتش حبيبات، ديك الساعه حيدوه وصفيو. المهم انا غنبارطاجي معكم الطريقه من الاول حتى التالي باش تشوفوا كيفاش كيجي سيرو، كيجي واعر الصراحه. المهم صافي، دابا غادي نبقى كنحرك مزيان وغادي نغطيه، وبلاتي شويه نجي نحرك، وغدا ان شاء الله من نقنض وانا غاديه وكنحرك كنحرك كنخليها غير هنايا فوق الطبله، كل شويه نبقى نحركو حتى نحس بداك السنيده دابت. المهم خليو ما بين نهار يومين، نتوما عينكم ميزانكم حتى تحسوا بداك السنيده دابت ولا بحال السيرو. راه دابا هانتوما شوفوا كيفاش تقال مابقاش كما كان في الاول. صافي، وديك الساعه غادي نصفيه وغادي نوريكم الطريقه، ونوريكم حتى الطريقه الانواع ديال العواصر اللي تبغيو تصايبوا به بهاد السيرو ديال السيترون. هانتوما معايا في لا فيديو. قبل ما تكملوا الفيديو ما تنساونيش بواحد جيم وبارطاج مع الاصدقاء ديالكم وشي كومونتير مزيون.
شحالكم. يلا هانتوما معايا. فوالا البنات، بعد ليله كامله من التحريك من البارح مني صايبتو معاكم في الليل، واليوم راه دابا 10 ديال الليل، يعني خليتو 24 ساعه والليله كامله وقت ما ضربتني فيقه كنوض، واليوم في الكوزينه كنحركو. هانتوما غتشوفوا راه تفرق الماء سيرو على لازاس على قشور الليمون. حتى دابت لي سنيده، صافي ما بقيتش كنحس انه عندي سنيده ولا دايبه، دابت كومبليتوم كما كتشوفوا معايا. دابا غادي نصفيوه. فوالا، خديت هاد السوبيره هذه، هاد السلافه، وجبت هاد الغربال هذا الرقيق كما كتشوفوا معايا هانتوما، وبه غادي نصفي هاد العصير ديال الليمون. نزيد لكم هذا لهنايا هانتوما، وغادي نبدا بسم الله. عاوتاني رجع بحال السيرو، غير جربوا هاد الطريقه صافي. واخا كتبان لكم في الاول بحال فيها تمره شويه، ولكن كتجي واعره. دابا هكا غديروه في فريغو وغتخليوه، وقت ما بغيتو تشربوا العصير جبدوه. صافي دابا هنايا غادي نصفيوه مزيان. وهاد لازاس هادو ديال الليمون الا بغيتو ما تلوحوهمش تقدروا تخليوهم، هما راهم حلوين بالنسبه الا كتبغيو تصايبوا مثلا الكيكه بالنكهه ديال الليمون الحامض، اولا ديك الكاطو ديال الماكينه ديال المشطه الا كتعرفوه، حتى هو كيديروا فيه النكهه ديال هاد لازاس ديال الليمون الحامض، حتى هما كيجيو واعر، كيجي داك الكاطو واعر بهم. تقدروا تخليوهم ديك الساعه فاش ديروا الكاطو، اولا فاش ديروا مثلا شي كيكه ولا شي حاجه حاولوا تنقصوا السكر، حيت هذا غيكون حلو. حتى انا دابا ما غاديش نلوحهم، غادي نخليهم فشي طاسه، وفين ما نبغي نصايب شي حاجه نلقاهم واجدين. دابا هاد الكميه هادي كما قلت لكم البارح، هادي راه 2 كيلو. غادي نقص من هذه واحد شويه، حيتاش عمرات غادي نقص منها. انا خديت هاد السوبيرات هادو ديال الفريغو، فيهم غادي نديرو، فاش كنديرو في الفريغو راه ما كيبقاش هكا، راه كيقصح. هانتوما صافي، غادي نغطيها ونديرها في الفريكو، ومنين نبغي كنجبد معلقه صغيره كنديرها في الكاس ديال الماء، ومن بعد كنخلطو. صافي كيعطيني كاس ديال عصير السيترون، عرفتو كيجي كونسونطري، كيجي واعر بزاف. صافي وغادي نكمل دابا حيتاش هذا باقي فيه الماء، غادي نكمل بهذه الطريقه بحال هكا كما كتشوفوا معايا، حتى ما يبقاش فيه، حتى يبقاو لي هاد القشور ناشفين. هانتوما راه باقي باقي فيه الماء وصافي. دابا نبارطاجي معكم ان شاء الله شي كويس ديال السيترون، تشوفوه كيفاش جا يعني في النهايه، حتى نديرو دابا في الفريكو. وغدا ان شاء الله عاود، المهم هاد الفيديو غندير لكم فيه شي 3 ايام، غدا ان شاء الله عاود غادي نجبدو ونبارطاجيه معكم كيفاش كيولي في الفريكو. يلا المهم هانتوما مع الفيديو بنات. هانتوما اليوم ما تديوش المهم على هاد الطفران الصباغ، اختكم كنصبغ دابا كنمشي نخدم الشغل كتحيد لي. ها هو العصير ديالي ديال السيترون، شوفوا كيفاش رجع. انا نجيب معلقه ونوريكم. هانتوما كتهزوها، راه عرفتو كونسونطري بزاف. دابا غادي نجيب مثلا هاد المعلقه، انا وجدت الكيسان باش نصايب معاكم، وغادي ندير معلقه هنايا في الكاس، راني صايبتها ديجا قديتهم هنايا بالليمون، غندير معلقه ديال السيترون بهذه الطريقه. عاوتاني غادي نهز معلقه اخرى، نصايب 2 كيسان، واحد ليلي وواحد العاشق.
انا سبقت الزواق على ماشي مشكل. انا نجيب الماء بارد من الثلاجه، ها هي قري هذا الماء من الثلاجه، اللي كيبغيه يكون قاصح يزيد، واللي كيبغي غير هذا القياس هذا برك. بحال دابا انا غنديرو ماء قاصح ماء خفيف صافي، وغادي نحركوه بمعلقه حتى يذوب لينا. نرجعوا لهذا الاول، دابا هادشي كامل راه غيذوب حيتاش هذا راه غير سيرو، يعني ما فيهش داك القشور ديال التشين ولا داك شنو كنقولوا له، يعني الفتات ديال التشين ديال الليمون بليطو ديال الليمون معصر ما كاينينش. فوالا نجيبو عاوتاني هذا صافي. هانتوما ها هو جيت سيترون ديالي واجد، غادي نمشي ندي العاشق الكاس قدامكم ونعطيه يدق ورد عليا الخبر كيفاش غادي يجي. المهم هانتوما تمشيو معايا، هانتوما اختي تمشيو معايا. المهم ما تديوش على الدار مرونه باللعاب ديال الازهر. عاشق ما تقدق لي هذا العصير هذا اللي صايبت وقول لي كيفاش غادي يجيك. يلا سير، كي جيتك بعدا ياك عين قبل ما تقولنا نقص التلفازة. يلا كي جاك؟ كي جا واعر خفيف ولا ثقيل حلو مسوس؟ كي جاك؟ خفيف وما فيهش حلاوه بزاف. عاد مزيان مزيان. قلنا فوائد الليمون، فوائد الليمون حكم زعما انه انت كتريني غتكون عارف الليمون شنو الفائده ديالو. عجب فوائد الليمون؟ الليمون فيه فيتامين سي منعش ومضاد للسموم وكيحيد السمنه ياك اللي بغى يضعف. ومرتك؟ مرتي هذه